حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا وإياكم إلى موضوعنا الثاني من مواضيع صباح الشارقة المتميزة. مشاهدينا، ظل البحر يلعب دورا مهما في حياة أبناء الإمارات نظرا لطبيعة بيئتنا الصحراوية القاسية والتي تفتقر إلى الموارد الطبيعية الكثيرة، طبعا بالإضافة إلى الموارد التي تتوفر طبعا مشاهدينا في البيئة الجبلية والصحراوية وحظية الحياة البحرية على وجه التحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة كبيرة خلال السنوات الماضية. نتعرف أكثر مشاهدينا حول الرحلات البحرية في فصل الشتاء مع ضيفنا الكريم. نرحب بالوالد صالح أحمد حنبلو الشحي، باحث في التراث. أهلا وسهلا، صبحك الله بالخير. النور وسرور، كيف حالكم؟ حياك الله. مشكورين إلى استضافتنا في تلفزيون الشارجة حكومة وشعبا. أدى تهنية أولا تفضل. عام 50، عيد عام 50 تفضل اللي نشوفه لقيادتنا. تهنية للوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، ولا أخي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ولا ولي أهدهم الشيخ محمد بن زايد، وإلى حكام الإمارات أولى أهوتهم شيوخ وشيخات للفرحة اللي هي العام 50. والحمد لله، الحمد لله اللي الله خلانا حنشوف العيد لا يانا ولا مر، لا والله جيت آياد جايتنا الحمد لله. الحمد لله أفراح دولة الإمارات، والله يطول عمر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. اللهم هو اللي هالمهرجانات اللي سويه ينشطنا نحن. الدولة كل فيه مرجانات، من تأسست الله المرحوم الشيخ زايد والشيخ راشد لليوم آيات تستمر الحمد لله. الحمد لله ونحن فرحة. الحمد لله، الله يحفظ شيوخنا جميعا ويحفظ لنا دولة الإمارات العربية. تفضلي عن البحر. عن البحر بنتحدث. الوالد صالح يقال أو يقولون البحر له ناس لفيحة، يعرفون التوح خلاص مليارة مدانتين همتينها، أنا ما أقدر أقول شيء. اليوم بنتكلم عن حياة الأوليين في رحلات الصيد، رحلات الغوص طبعا، ولكن بنتحدث اليوم على وجه التحديد دخلة البحر، يعني دخول البحر في فصل الشتاء. نعم. كيفية الاستعداد؟ استعداد، شوفي لأن أربع مواسم، هي الشتوية برد، الحين اليوم عندنا خامس بالدر الأشر الشتوية. نعم. بس فيها رياح قليلة، وجعلنا في الرياح الوقح. نحن أيامنا نحن في الخمسينات وصلنا ل 62، نحن فهمنا مواليد 54 62 روح البحر. وشفنا مع آبائنا وأجدادنا شو اللي عاشوا في البحر. البحر له مواسم، في أيام الشتاء من دارة الشمال، الحين يوم شمال خلاص نحن ما نروح البحر، أصحاب العوامل والمدوبية، وما كان لقليل العوامل هكل يوم والمدوبية قليل. في أيام في الوقت هذا خلاص من دور الشمال إذا دشت بدر، معنى الضرور في المايات في الأشهر، إذا جت شهر 12 و13 و14 من شهر العربي بالقمر خلاص دش الدر ودش الشمال نعبط، نحن ما نروح البحر، موي ما عندنا وسائل. في خطورة، ها في خطورة، خطورة دخول البحر خشت، لأن خشب شواحيف زتشينا خشبنا إلى خرسانة ينظفونه يعتشونه. والبحارة اللي يشتغلون بالأشباح، شفت الألياخ مغازل الحبال من ليف وكمبار وكرب النخل اللي كربه خربانه بدل البحار ليخ راب الليخ اصلحه، والنخود يسير يتحرك. النخود كلف البحار عنده ومحطين مجدمي، النخود هو الرابي ويشوف، لان كسره الشمال نحن سفيدنا كصيادين حسب المايه، اذا ضربت مايه عرب مثلا النص والاول شرق السبع الشمال سبعة ايام. قال لي هذه شمال العشر ما هو بسرايه، تمشي بطبلتن وتوبه مزرعي من قوة الشمال، الصوت يسمع على كيلوات. نعم. هو روح النوخذ يبحث وشوف وين، اليوم الثاني يوم الثالث يدور البياحة، يصبح الصبح، لأن يدري بعد أربعة أيام أو ثلاثة أيام من الشمال قلب غب نعشي، نعشي بعد ياخذ متى دور النعشي، مثل أول دار الفتش ولا الأنصاف ولا الرش، يصبح الصبح يروح النوخذ يبحث رابية يتأكد فيه بياحة فوق السيف مجهزين اعتاد جاهز. هيا. صار قال لهم خلاص باكر ان شاء الله نصلي الفجر وندفع. صبح الصبح ما تبين له شيء الا هو داغي ايام الشتاء. في الليل يوم اخواهرات وما في اشمل من عدينا المغرب دفعنا في الظلام نجزي نبحث
حد يسميه بعد، نبحث عن السمك في الليل بجزيان، نسير مسافة 5 كيلو 6 كيلو ما حصلنا نرجع، ما نقعد ياخنا في الطريقة هاي عشوائي، لا لا صحيح. فهو برد صح، شو يدفينا؟ يدفينا الميداف. برد قارص، بس قال ميداف شكل الاتفاق من عد لي يرة، لما تيرة ولما تقبضها غيرك من طار طير إلي تحاش تدبيرك ما شاء الله. إذا كان الليل ما في صيد في الليل ظلام، ننتظر للفجر، قبل الفجر نروح نرزل نسميه بهرة أول الصبح. أول الصبح قبل لا تطلع الشمس نحن مسيحين، وإلا تطلع الشمس نحن مسيحين. ما شاء الله الوالد يعني محافظين على هذه والله الأمور. محافظ شوفي لين يومنا هذا، لليوم نحن فيه الحمد لله، نحن بعتنا لأصحابي النواخد اللي هم تأسس لهم خذوهم من أباهم، خاصة العاملة العاملة الجرف القاعي حين سموه جرف، أما نحن نسمي العوامل ما نبعد عن نص كيلو البحر، بعدين قال ياخذ شرايخ هذا في الشتاء، هذا في الشتاء في الشتاء ولقيط، بس الشتاء أيام ليخ. شو هو أحسن موسم الوالد؟ أحسن موسم اليوم، اليوم من اليوم لين غيوب الثرية 29/4 اليوم الصيد متوفر، لأن ليش؟ ما في تكاثر الحين نمو، ما في الحين تكاثر، ما في نمو، خلاص مش كبرت الحين تكبر من اليوم لين 29/4. وهناك بعد في أنواع محددة من الأسماك متخصصة يعني تتكاثر في فصل الصيف، في فصل الشتاء وفي الصيف أنواع ثانية. هي. من 15/3 صار الحمل للسمك، الشعري الصافي البدح القابط يحمل، متى يرمي؟ 40 يوم من 15/3 ل10 غيوب الثرية، 29/4 غابة ثرية، 10/5 خلاص رمت تقدر تجيبه. نحن شو سووا بهاتنا؟ يضربون اذا سمكه صغيره فوق السيف هي بالبتحه، ننضرب نحن فريخات نلعب فيها ننضرب، لان ليش؟ يبونها تكبر وتولد تتكاثر. هي من 15/5 يحمل السمك الثاني الصدع القباب الضلع لين اخر 7 ليه مواسم السمك، السمك القاعي له موسم والسمك السطحي له موسم، الصيف لا، فأيام من شهر 6 6 و7 و8 صيدنا بالخيران لأن الخيران حافظنا عليها بأيام شتاء محميات حافظوها الأولين ما تركوهن، يومي انضرب الشمال صار كان بيسكر مكان ويسكر بسون والليخ مفتوح ما في مسو ولا في كربة، اينات عشاري و11 سمك الصغيرة كمنخر تطلع يجيب سمك العود القافطة الشعم الوحرة والحسم، لأن محميات الخيران محميات. نعم الوالد بعد يعني لكل منطقة في البحر لا خلينا نقول أداة الصيد الخاصة، في مناطق معينة يستخدم فيها الخيط وفي أماكن معينة الألياخ وفي أماكن معينة، حدثنا عن كل منطقة وما هي الأداة المناسبة للصيد. نحن نتكلم عن منطقة رأس الخيمة دبي نفسنا كل الإمارات. نعم. بس شوية نحن سوا حلنا أغزر من الطوف من دبي مغرب رق السمك يتكاثر أنتم الهامور في دبي، في دبي وأبو ظبي وهذا، نحن سمكنا غبة، ما الغبة ما نصير ما نقدر عليه، نصير مدوبي يتوح لي 10 قراقير بس بالقراقير، هي بالقراقير يجيب سمك القاعية تلحق سمك السطحية يدش الضلع يدش الجشة تجيب، بس ما يجيب كميات 10 قراقير أنا قرقورين 3 لأنه ما كان عنده ثلج وما كان حد سكان ياخذ السمك هاك اليوم قليل. نعم. اما نحن اصحاب العوامل متى نستفيد؟ نستفيد من 15/3 العومه، قال واحد ليش يوم يتي ومن دار نفرح فيه لان في صيد كميه كبيره وتغذيه الامارات من دوله الامارات تصدر المن الشارجه كذلك. المن الشارجه انت انت للثمنه نصير، ليش قالوا انت للثمنه نصير؟ لان حاجتنا اول كلنا تغذيتنا كلهم وين؟ من العومه، العومه الاسماك يتم تجفيفها ويتم تصدير حفظها ومنها تصنع بعض الـ الاكلات عشان. الاكلات المختلفه مثل منها السحناء، ايوه السحناء ومنها الجاشع، هي الجاشع انتم تسمونه نحن نسميه البريه، المت صغيره البريه والزاعم هالكبيره ياخذون حق صاروي حق النخيل، اما الزينب تصدر، الجنيده والخلالو حق الحيوانات البقر يسمونها فخاره والحياه كانها كلها ليش؟
كنا من البيئة البحرية. نعم، الوالد يعني كثير من الأشياء التي كانت تستخرج من البحر كانت مصدر رزق للأوليين، وكانت البحر يعتبر كنز بالنسبة لهم، إلى جانب الغوص على اللؤلؤ. حدثنا عن هذه الأمور التي تستخرج من البحر الذي كان بالنسبة لهم مصدر رزقهم الكبير. الغوص 14 أيام، نحن لو لحقنا الغوص كان أعطيكم أزيد، بس أخذناه الله يرحم اللي علمنا أو أخذنا منهم وأعطونا معلومات نحن ندرس فيها أولاد دولة الإمارات، أنه شو كانوا عاشوا عيالكم قبل ما الشيخ زايد والشيخ راشد قبل الاتحاد، شو كانوا عاشوا آباءكم أجداده تعبوا. قال لي الغوص ما ييناك من خيار، لو ما علينا حق وديون هل الشهر وأنتم تغوصون والبيت فارغ من القواضات، عزمت يانو خذا باشتي ما كفاك 14 و10 ايام، عزمت يانو خذا باشتي محسانهم الحريم طرشوا الطلاقات والشر هالهلال والقلب باغي يروح البيت، فكر بامه وابوه وزوجته وعياله، يطلع الهلولة كل يوم يغوص 200 تبه. قال له السيب هلك والغيث تعبان، قال له يانو خذا ما رو مناسيب ان الحبل قطع ايدي منشوس ما بين المياديف منشوس مثل التيس مذبوح والغيث يصيح من حرة العين والسيف واقف بين حبلين، إشان يدور هالقماشة من ألف محارة ياب ولا ما ياب، كل يوم 100-150 تبه ما شاء الله. أربعة أشهر شمس وبحر، مات الميت صلوا عليه صلاة الجنازة وبعدوا عن الهير وقوا له حصى الله يرحمه المتوفين ويبارك في الباجين. الولد حياة كانت أبوي تعب. نعم. وتعب، بس اليوم نحن في خير الحمد لله. بس هاي نوصي عيالنا وعيال عيالنا، تاريخ دولة الإمارات غالي لقيادتنا وغالي لنا نحن ولشعبنا والمقيم والزائر اللي يجينا يفرح فينا. الحمد لله، نحن بإذن الله متمسكين في هذه العادات والتقاليد ونفخر بها بإذن الله، وسعدنا بالحديث معك اليوم وهذه المعلومات القيمة التي حصلنا عليها من شخص خبير وباحث في التراث. كل الشكر للوالد صالح أحمد حنبلو الشحي باحث في التراث، شكرا جزيلا. سامحنا. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام فقرتنا لبرنامج صباح الشارقة لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.